ذاكرته، وازاي تحول ذاكرتك اللي انت فاكر انها ضعيفة الى ذاكرة قوية جدا وتحفظ كل حاجة. تابعني لنهاية الفيديو، السر عندنا هنا. بالطريقة الوصفة السحرية لتقوية الذاكرة وأفضل طرق للمذاكرة. الفيديو النهاردة مش للأبناء بس، ولا اللي بيذاكر بس، ولا للطفل ولا للكبير. الفيديو كمان للأمهات، منه للطالب وجزء منه للأم. فياريت الأسرة كلها تجتمع علشان تشوف الفيديو علشان كلنا نستفيد. قبل أي شيء لازم نقول بسم الله. نبدأ الفيديو. بسم الله. هنبدأ مذاكرة لازم نذكر الله. اذكروا الله، ربنا خلقنا كلنا زي بعض، مفيش حاجة اسمها ده ذاكرته قوية وده ذاكرته ضعيفة، ده ذكي وده مش بيفهم، ده بيستوعب أكتر وده ما بيستوعبش، لا خالص خالص، ربنا خلقنا كلنا ذاكرتنا واحدة، بس المشكلة بقى ازاي احنا بنستخدمها أو ازاي احنا بنستعملها، هي دي الفروق اللي بينك وبين شخص تاني. أول حاجة لازم تقتنع تمام الاقتناع إن أنت ما بتنساش. اكبر مشكله ان انت حاطط في مخك انك بتنسى، وان الحاجه اللي هتتقال قدامك دلوقتي بعد 3 دقايق بالظبط هتنساها. للاسف انت كده بتفكر تفكير سلبي. التفكير السلبي ده هو عدوك الاول، هو اللي بيقنع عقلك الباطن بكده. فالفكره دي بتسيطر عليك وهتصدق فعلا ان انت ذاكرتك ضعيفه وتصبح كده فعلا. فبدايه الكلام لازم نتخلص من التفكير السلبي اللي احنا بنفكره، يعني ننسف الاعتقاد بان ذاكرتنا ضعيفه. لا احنا الحمد لله زي الفل. تاني حاجه، الشيء اللي انت بتهتم بيه عمرك ما هتنساه، عمرك ما هتنساه. هديلك مثال، يعني مثلا حصل موقف من 10 سنين، انت فاكر الموقف ده وفاكر الكلام اللي اتقال فيه وفاكر الطلب منك ايه وحصل فيه ايه. انما من نص ساعه مثلا باباك ولا مامتك طلبت منك طلب صغير وقالت لك، جت بعد نص ساعه كانت عملته، تقول لها ايه ده، لا ما عملتوش، انا نسيت. ازاي انت قدرت تفتكر حاجه من 10 سنين ومش قادر تفتكر حاجه من نص ساعه؟ هقول لك ليه. السر في كده ان انت الموقف اللي حصل من 10 سنين ده انت كنت مهتم بيه ومن اهتماماتك، انما اللي حصل من نص ساعه ده حاجه اتطلبت منك مش من اهتماماتك. فبالتالي الموضوع الحاجه لما تبقى من اهتماماتك انت عمرك ما هتنساها. خلي المذاكره من اهتماماتك. تعالوا بقى نعرف الطرق الذكيه اللي هتخلينا نعرف نركز كويس قوي في المذاكره، والمفروض احنا نعمل ايه علشان نساعد نفسنا على التركيز. اول حاجه، ما ينفعش تقعد تذاكر في اي مكان وخلاص، لا لازم تختار مكان مناسب تقعد تذاكر فيه. مكان يبقى بعيد عن الضوضاء، مكان يبقى هادي، مكان نظيف، مكان بيريحك نفسيا، المكان ده انت متعود تقعد فيه والمكان ده انت عارف انه هيساعدك على التركيز. تاني حاجه من الطرق اللي هتسهلك المذاكره انك تاخد فكره عن الموضوع. يعني انت دلوقتي معاك ماده معينه عايز تذاكرها، هتفتح الكتاب هتاخد فكره عن الموضوع كله، تقعد تاخد فكره تقلب في الصفحات بتاعته علشان تعرف اللي انت داخل تذاكره ده ايه. فكره كده سريعه هتسهلك بعد كده المذاكره. بمعنى خدت فكره، ما تيجي تبدا تذاكر هتذاكر الحاجه دي عينك جت عليها قبل كده، هتثبت في مخك اكتر. دايما انا بنصح ابني بقول له اوعى تذاكر بعينيك، ذاكر بايديك. بمعنى ان الحاجه اللي عينك شافتها ممكن تنساها، لكن اللي ايدك كتبتها عمرك ما هتنساها. عينك هتنسى، ايدك هتفكرك. يعني دايما يبقى معاك ورقه وقلم، كل حاجه تكتبها، كل حاجه تذاكرها يا ريت تقعد تسجلها وتكتبها، صدقني عمرك ما هتنسى. الحاجه الثالثه اللي هي انك لازم تتعرف على مودك. معنى ايه بقى تتعرف على مودك؟ يعني لو انت من النوع اللي بيمل بسرعه بيزهق بسرعه، يبقى اول ما تبدا مذاكره لازم تبدا تذاكر بالحاجه المهمه، تبدا باهم حاجه في الموضوع وتخلصها. انما لو انت من النوع اللي بتحب تقرا الحاجات السهله في الاول عشان تتشجع وتتحمس وتقدر تدخل على الحاجات الصعبه بعدين او الحاجات المهمه، لازم
الحاجات السهلة. ويعني خلاصة الكلام، لازم تتعرف على مودك، انت بتحب ايه. انت بتحب اللي تخلص بسرعة، يبقى تبدأ بالمهم. بتحب تاخد راحتك بقى وتشجع نفسك، يبقى ابدأ بالحاجات السهلة في الأول. الحاجة الرابعة، استخدم الألوان. يعني ايه تستخدم الألوان؟ زي كده. عندي روح بقى ايه، جيب لك علبة ألوان كده، الأقلام اللي هي الألوان اللي هي الفسفوري والأورانج، حفز نفسك بقى، شجع نفسك. يعني خلي مثلا لكل موضوع قلم، هتكلم مثلا هلخص الموضوع ده بالقلم الفسفوري، هلخص الموضوع ده بالقلم الأورانج. انت وبتمتحن او انت وبتراجع هتفتكر كل حاجة انت لخصتها بلونها، فكده تحفيز وتشجيع ليك، وفي نفس الوقت هيثبت لك المعلومة. حاجة كمان، حاول تخلي المكان اللي حواليك نظيف. يعني بلاش تستخدم يعني بصوا يا جماعة عشان نعرف نركز، النظارة دي بصراحة مش مخليني أركز. يعني بلاش تطلع كذا كتاب، انت هتذاكر مادة واحدة، اختار المادة المناسبة اللي انت هتذاكرها وتخلي كتاب واحد بس قدامك عشان ما تشتتش نفسك. ليه؟ لأن انت لما يبقى قدامك كتاب تاني، عقلك الباطن اللاواعي هيفكر فيما بعد، ده انا لسه عندي مادة كذا ولسه عندي مادة كذا، وهتقعد تشيل الهم وهتكسل عن المذاكرة. فخلي قدامك كتاب واحد فقط. ده بيجي تحت بند القضاء على المشتتات. على فكرة في كذا حاجة بتخليك تتشتت ومتعرفش تركز في المذاكرة، من ضمنهم طبعا اللي هو لسه قايله لكم، ان المفروض يبقى قدامك كتاب واحد بس، ما تحطش اكتر من كتاب. تاني حاجة، ما تبقاش جنبك تليفون ولا تابلت ولا تلفزيون ولا الكلام ده. هتقولي لا ده انا ما بعرفش اذاكر الا وجنبي التلفزيون، ما بعرفش اذاكر الا لما اسمع اغاني. على فكرة انا كنت كده، كنتش عارفه اذاكر الا وجنب الراديو. معلش اصل انا قديمه شويه، الراديو كده كنت احب اسمع الراديو، بس انا واحد في المليون، مش كل الناس هتبقى زيي. يعني دي فوارق، يعني دي انا اختلف عن غيري. فيستحسن انك تبعد عن التليفون، وما تبقاش كمان. في حاجه تانية هتخليك تتشتت، انك طول اليوم ماسك التليفون، طول اليوم ماسك التليفون مركز فيه، قاعد بتفرج على التلفزيون ساعه واتنين بتتفرج على مسلسلات، عقلك وتفكيرك وكل حاجة هتبقى مسيطرة. يعني عقلك هيبقى اللي انت شفته طول اليوم هو اللي هيبقى مسيطر عليك، هو اللي هتقعد تفكر فيه اكتر من مذاكرة. فلازم نبعد عن المشتتات، التلفزيون، التليفون، الاجهزة اللوحية بتعمل تشتت ذهني. المشكلات، لازم تصفي مخك من جميع المشكلات. وانت بتذاكر تبدأ تذاكر هتقول بسم الله، تنسى كل حاجة حواليك، اوعى تفكر في اي حاجة، لا مين اتخانق مع مين، ولا مين زعلان من مين، ولا حصلت معاك ايه مشكلة. صفي ذهنك خالص. في حاجة كمان من المشتتات هتخليك مش هتعرف تركز في المذاكرة، اللي هو الخوف والقلق والتوتر. هتبقى خايف، خايف لا تنسى، خايف من الامتحان، خايف من المستر، خايف من المدرسة، لا 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 لا، خايف من بابا، لو ما جبتش درجة كويسة ممكن يعاقبني، خايف من ماما، خايف من نتيجتي، من درجتي، من مجموعي. كل الحاجات دي بتشتتك، اعمل اللي عليك. وعايزه اقول لك حاجه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. طول ما انت بتعمل اللي عليك وبتذاكر كويس، امر ربنا ما يضيع تعبك. اخر حاجه في الحاجات اللي بتشتتك، اللي هو التعب الجسدي، لازم تاخد كفايتك من النوم. لازم مش اقل يوميا تنام من 6 ل 7 ل 8 ساعات. يعني ما تبقاش سهران طول الليل عشان عندك امتحان الصبح ومتوقع انك هتروح الامتحان وهتجيب درجة نهائية بيرفكت. لا، ده هيتسبب لك في انك هتنسى، هيتسبب لك في عدم التركيز. لازم تريح جسمك، لازم ترتاح، لازم تنام، لازم تصفي ذهنك، لازم تنام كويس. اخر حاجة عاوزة اقولها لك تساعدك على انك تساعد نفسك على التركيز، كافئ نفسك. كافئ نفسك، يعني انا ليا مثلا ساعتين قاعد بذاكر، ازاي تكافئ نفسك بنفسك؟ لا انا هقوم بقى دلوقتي، هروح اخد مثلا ربع ساعة، اروح اتفرج على حاجة معينة بحبها، اروح اعمل اكلة حلوة كده انا بحبها سريعة، اروح اصلي، استغفر ربنا كتير، ما تنسوش الذكر، ما تنسوش الاستغفار، الا بذكر الله تطمئن القلوب. كل ما تذكروا ربنا كتير، كل ما ربنا هيساعدك
وهتلاقي ان الموضوع بقى سهل معاك. الخلاصة بقى، انت ذاكرتك قوية، لازم تبقى واثق من نفسك وتتوكل على الله، وتبعد عن تفكيرك التفكير السلبي، ابعد عن مخك خالص التفكير السلبي. هيجي دلوقتي بقى دور الامهات. الامهات المفروض تعمل ايه مع ابنائها علشان تساعدهم على التركيز؟ العلاج السحري للنسيان علشان نوصل بولادنا من قلة التركيز لسرعة الفهم. ايوه يا مامي بقى، مش كل حاجة على ولادنا، انتي برضو ليكي دور. عاوزاكي بقى تركزي على الاكل اللي بتاكليه لابنك، لازم يبقى فيه قيمة غذائية عالية علشان تساعده على التركيز. زي ايه؟ حاولي تشربي لابنك او بنتك مية بنسبة معقولة. المية هتزيد، هتخلي التركيز عنده عالي. شربيه مية ما تنسيهوش. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اوعي تنسي. ما يجراش حاجة بقى لو كل يوم تعملي حسابك على كوباية زبادي لابنك او بنتك وتكون كاملة الدسم. كمان بيضاية، حتى لو بيضاية واحدة يوميا لكل طفل، هتزيد عنده التركيز. تعالي اقولك على حاجة تانية. السمك فيه اوميجا 3. اوميجا 3 ده بينشط الذاكرة. حاولي تأكليه مرتين في الاسبوع سمك، مش شرط سمك، ممكن تونة. حاولي تأكليهم سبانخ، برضه السبانخ بتنشط الذاكرة. ممكن كمان مكسرات، بندق، فستق، عين جمل، سوداني. لو مش بيحب ياكله او ما بيعرفش ياكله كده، انت ممكن تطحنيه وتحطيه على الاكلات. عايزة اقولك ايه كمان، ممكن تأكلي لابنك او بنتك الفاكهة. اكلي ابنك تفاح. التفاح بس ما تقشريهوش، خدي بالك القشرة دي ليها قيمة غذائية عالية، برضه بتساعده على التركيز. الشوفان، حاولي تأكلي شوفان، قللي شوية من السكريات. يعني ابنك هو طالع الصبح، مش خدي حبيبي حتة جاتو، خدي يا ابني حتة تورتة باقية كانت في التلاجة من عيد ميلاد اخوك امبارح. في عندنا حاجة كمان بتنشط الذاكرة، حلوة قوي قوي وليها فوائد كتيرة جدا، لبان الذكر. لو جبتي لبان الذكر من بالليل ونقعتيه في مية وصحي الصبح شارب من المية دي، تتنشط له الذاكرة وليها فوائد تانية كتير. الكاكاو، كل اولادنا بيحبوا الكاكاو، بس مش الكاكاو اللي في العلب اللي بيتباع بره، لا، الكاكاو الخام. جيبيه انتي وحطيهوله، لو شارب منه بينشط له الذاكرة. ده بقى من جانب الاكل، لكن في الجانب التاني اللي هو اهم من كل ده، الجانب النفسي. بلاش بقى تقعدوا تحبطوا في ولادكم كل شوية وتقولوا لهم انتوا مش هتنفعوا، انتوا مش ناجحين، انتوا مش فالحين، فلان الفلاني اذكى منكم، دي بنت صاحبتي كذا اشطر منك، لا ده ابن جارنا ده ذكي، لا انت مش هتنفع، لا انت بليد، انت يا بليد الفصل، ان شاء الله تموت. مستفزه الاغنيه دي، واكتر اغنيه بتستفز الاطفال. انت كده بتديله طاقه سلبيه وما بتشجعهوش، بالعكس انت بتثبت له فكره ان هو مش شاطر. شجعي ابنك او بنتك عن طريق مكافاه. انت لو ذاكرت كويس الاسبوع ده والمستر او المس قال انك ممتاز ومستواك اتحسن عن الاسبوع اللي فات، لا انت ليك عندي هديه كويس، لا انت ليك عندي خروجه كويس. شوف الحاجه اللي هو بيحبها وكافئوه بيها. حاولوا تشجعوا اولادكم يا جماعه، ما تحبطهمش. طول ما انت واثقه من ابنك، انت بتنقلي له الثقه دي. وفي النهايه اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من اتمنى كمان ان ذاكرتي انا تتنشط، لان انا بنسى كتير قوي، وهحاول ان شاء الله ان انا انشطها الفتره الجايه. على فكره في طريقه كمان كويسه لتنشيط الذاكره انا كنت هنساها، حفظ القران الكريم يا جماعه. داوموا على حفظ القران، صدقوني مش هتنسوا. اكتر حاجه بتشجع بتحفز الذاكره، اكتر حاجه بتنشط الذاكره حفظ القران الكريم. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لنا اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في اي موضوع انتوا حابين ان احنا نتكلم فيه اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله نتناقش فيه في الحلقات القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.